هو الموضوع ما خدش وقت خالص، حوالي اسبوع كان الموضوع كله تم. الناس اتكلمت معايا بشكل كويس وكانوا مرحبين جدا ان انا اكون موجود. الموضوع تم بسرعه جدا، بس هم من السنه الموسم اللي فات هم كانوا مصممين عليا يعني، فالحمد لله. طبعا بشكر استاذ محمد خلص كل حاجه بسرعه، بشكر استاذ اللي هو اشرف نصار خلص كل حاجه بسرعه، يعني الموضوع تم بسهوله جدا. ومبسوط طبعا ان انا رحت نادي البنك، نادي كبير وفي لعيبه كبيره جدا، ان شاء الله نقدر نقدم حاجه كويسه السنه دي. هو في حاجات حصلت الموسم اللي فات ده هي اللي يعتبر بعدتني او بعدت مستواي عن المنتخب، او ان هشام يصنف ان هو رقم واحد او اتنين في الباك رايت في مصر. كان في ظروف كتير، الجمهور حتى في نادي الاتحاد ما كانش حد يعرف حاجه، مفيش حد طلع مثلا يبرر ان هشام مستواه ليه نازل او حاجه، فيش الكلام ده خالص. فانا اصلا يعني انا سعيد جدا ان انا رحت البنك الاهلي. نادي عنده طموح، عايز يقدم حاجه كويسه، عايز ينافس يلعب افريقيا. لعيبه فيه كويسه جدا، لعيبه مهمه. مبسوط طبعا ان انا موجود وسط اللعيبه دي، وان شاء الله اقدر اقدم مستوى يرجعني تاني منتخب مصر واقدر اقدم حاجه كويسه ان شاء الله. يعني كلام الجمهور اللي هو السلبي ده ما اثرش عليا في حاجه، لان انا عاذرهم وعاذر ان هم مش عارفين حاجه. يعني هم مش عارفين هشام مستواه ليه وحش. الناس طبعا بتطلع تقول اخبار هشام رايح الزمالك، هشام رايح البنك، هشام مش بيفكر في الاتحاد. لا خالص، بالعكس، كنت لحد اخر يوم زمايلي اللي شاهدين عليا بتمرن جامد وبتمرن في الجيم ودايما موجود ومركز. بس انا الاصابه هي اللي بعدتني شويه عن مستوايا، فخلاص الناس مسكت ان هشام مستواه وحش، مع ان بقدم ماتشات جامده جدا. لا، هشام مستواه وحش. هشام طب ازاي هشام مستواه وحش؟ وفي ناس معينه يعني مش عايز اذكر اساميها في الاتحاد، طبعا الجمهور والحاجات دي انت فاهم، نادي الاتحاد او اي نادي جماهيري بيبقى فيه شويه ناس كده غريبه، يعني مش عايز اقول اسامي، بس هشام مستواه مش عارف ايه، مع ان طالع عامل ماتش كويس جدا يعني جدا. لا، هشام مستواه وحش، هو خلاص مسك دي. اللي كان مضايقني انا كهشام شخصيا مش ان الناس بتقول لي هشام وحش وهشام كويس، انا في رئيس نادي فاهم كوره كويس وفي ناس بتتفرج على كوره فاهمه ان هشام كويس. لا، اللي مضايقني ان كان مثلا يعني كابتن طارق يجي بعد الماتش في مؤتمر ووضح مثلا يا كابتن للناس ان انا انا بقالي شهر ونص قاعد في البيت او شهر و15 يوم، اكيد مستواي بعيد. يعني زي ما بقول لك، اللي بيقعد 15 يوم في البيت فتره بيرجع من فتره اعداد جديده شهر وشويه، انا رجعت اتمرنت تمرينتين ودخلت في الماتشات، فطبيعي عشان اجيب مستواي لازم اقعد لي 3 4 ماتشات، وخصوصا الفتره دي كمان كنا بنلعب كل 4 ايام ماتش، يعني فطبيعي ان انا مش هجيب مستواي بسرعه يعني. لا، مفيش حد طلع وضح الكلام ده، مفيش حد قال هشام مثلا ليه يعني، لا هشام ده جاي على نفسه، هشام يعني جاي على نفسه بسبب ان عايز يلعب وعايز يساعد الفرقه. على فكره والله العظيم، والله العظيم بقول الكلام ده فعلا بجد، انا لو متاكد ولو مش كلام كابتن طارق ليا، ايه يا هشام هتلعب قادر مش عارف ايه، اقول له راجل يا كابتن ما تقلقش ومعاك. انا دي نوعيتي. حتى كان حصل الموضوع ده قبل كده مع كابتن حسام حسن لما كان ماسك الاتحاد، كان عندي برضو اصابه مش فاكر كانت ايه، وجيت على نفسي لعبت حوالي 3 ماتشات عادي لحد ما جاء توقف وتعالجت فيها وبتاع. انا بحب كده، اللي هو لا اشيل المسؤوليه، انا بحب حاجه زي كده. هي مش ازمه، بس هي الناس دايما مسلطه الضوء ان مثلا محمد هاني على فكره لعيب كويس جدا، وبزعل قوي الناس اللي بتنتقده يعني. لا، محمد هاني لعيب كبير والله، اللي يلعب معاه عارف ان هو لعيب كبير وشخصيه كويسه جدا ومؤدب جدا، بس الناس بتقول دايما ازمه ازمه ازمه. انت لو حطيت اللعيبه اللي هي الباكات رايت يعني في انديه كبيره، او يعني مثلا انا كنت في نادي الاتحاد الحمد لله، مجرد ما عملت مستوى كويس رحت منتخب مصر، فهي الانديه الجماهيريه بتفرق جدا مع اي لعيب، او الانديه اللي بتقدم مستوى كويس اللي هم يعني الانديه الكبيره الموجوده في الدوري، مجرد ما بيقدموا مستوى كويس تلاقي لعيبه بتروح. فهي مش ازمه ولا حاجه، هي مجرد الباب مفتوح لاي حد، اي حد بيقدم مستوى كويس مش في الباك رايت بس في كل الاماكن بيروح. وعلى فكره لو لاحظت هتلاقي في الهافات في ناس بتروح، الشامي باين منضم، الشامي وخالد صبحي. خالد صبحي لعيب كبير جدا، لعيب كويس قوي ويستحق ده. في يعني انت مجرد ما حد بيقدم مستوى كويس تلاقيه موجود في المنتخب. طبعا دي يعني انت الباك رايت او الباك ليفت بالذات يعني بيقطع مسافه الملعب كلها عشان يعمل حاجه واحده اللي هو كروس يقدر حد يصيطه بيه. يعني مجرد ايوه بالظبط، فمجرد ما بتعمل الكروس بتتمنى ان اي حد يجيب جول. فلا، احمد ياسر من النوعيه دي ولعيب كويس وعنده امكانيات كويسه جدا، فان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه. مش زعلان، هو ده نصيب يعني، طبيعي ان انت ممكن يجي لك تعمل مستوى كويس، يجي لك انديه كويسه والموضوع ما يتمش، فهو ده الخير يعني، هو ده الخير ليك وده النصيب، فمش تقدر تعمل حاجه.
كان في الاهلي فتره والناس كلمتني وكده، وقعدت مع حد، بس الموضوع ما كملش بسبب ان النادي الاتحاد كان محتاجني وعرض مبلغ، يعني الاتحاد طلب مبلغ كبير، فالموضوع ما تمش يعني. فبعديها حصل برضو موضوع بيراميدز، والموضوع كان خلاص شبه يتم، بس كابتن حسام ساعتها كان متمسك بيا، والعرض كان كويس جدا، بس كابتن حسام ساعتها اتمسك بيا. كنت سعيد بحاجة زي كده، ان كابتن حسام يفضل طالبني في النادي، فدي كانت حاجة اصلا يعني مفرحاني. فهو الموضوع كان فعلا خلصان خلاص، بس نادي الاتحاد برضو عايز اقول لك على حاجة، نادي الاتحاد دايما يجي لي مثلا عروض، على فكره جالي مثلا حوالي اكتر من 5 6 عروض وفيوتشر في فتره وكذا مره فيوتشر يعني، فاهمني؟ فلا كان نادي الاتحاد لا انا مش هسيب هشام، ولو هسيبه هسيبه بمبلغ كبير، فالنادي يشوف ان ده مبلغ كبير قوي مبالغ فيه، فاحنا لا نوصل لحل، فما بقاش في حل، فخلاص نادي الاتحاد عايز هشام. فانا الناس كانت تشوف ان انا ايه ده، زي هشام زعلان عشان ما امشيش، لا لا خالص بالعكس، اصل ده بيتك فاهم، فعارف لما هتبقى زعلان تمشي من بيتك ازاي، ده مستحيل. فلو ما كانش بيتي وانا كنت زعلان ان انا ما مشيتش، كنت مستواي بقى وحش او حاجه، بالعكس كنت بقدم مستوى كويس. مش في حته تانية، انت عندك الانديه في مصر اهلي وزمالك، بعد كده بقى ممكن كل الناس تقرب من بعضيها، فانت نادي الزمالك والاهلي خلاص دول ابعدهم كده وقارن بقى الناس ببعضيها. فانت عندك اللي يعتبر عنده استقرار اخر فتره هو النادي الاهلي، ما عندوش مشاكل، ما عندوش ازمات في فلوس، ما عندوش، بالعكس عنده استقرار، عنده لعيبه كويسه، فخلاص هو الاهلي اخر فتره هو احسن حاجه، حتى بناء على ده هو واخد بكل البطولات يعني. لا بصراحه مش راضي خالص عن يعني، مش راضي يعني، عايز اقول لك ما حققتش اللي انا كان نفسي فيه، ما حققتش ان انا كنت العب افريقيا. معلش انت عايز اقول لك الناس هناك بتفتكر كابتن الديبه وكابتن الناس القديمه ليه؟ لان هم عملوا بصمه في نادي الاتحاد، فانا حاسس ان انا لا ما عملناش بصمه في نادي الاتحاد، سواء انا والتيم اللي كان معايا خلال، انا قعدت في الاتحاد لحد ما مشيت 6 سنين، فلا ما عملناش بصمه اللي هي تقدر الناس تفتكرنا بيها، ما لعبناش افريقيا، ما خدناش بطوله. فدي حاجه لعلمك انا كنت حريص جدا على البطوله بتاعه الرابطه اللي فاتت دي، كنت نفسي اخدها بطريقه لدرجه ان بقول لك كنت مصاب والله العظيم، جيت على نفسي، الناس مش فاهمه حاجه زي كده، جيت على نفسي بجد كان نفسي اكسب، لدرجه ان بقول لك انا جبت جون في الماتش ده وعملت مستوى كويس، بس ما حسيتش ان انا حققت اللي انا نفسي فيه مع الاتحاد.